كسلك الحمد لله جيت مفيش عن... اي اصابات؟ لا لا الحمد لله جيت عند المنطقه اياها ورحت مهدي مش انا بقى اللي سايق ورحت قايل له هدي على مهلك وعدينا الحمد لله. الحمد لله الله يخليك دايما بتشرفنا وبتنورنا ربنا يخليك. يا دوري سخن ولع نتيجه ماتش المقاولين والاهلي خلت ماتش الزمالك وبيراميدز زادت فوق سخونتها 3 4 5 6 مرات. طبعا حافز كبير بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك وبيراميدز بس هو المباراه بتاعت يوم الاثنين مباراه بره الحسابات دي طبعا لان المباراه يهم نادي الزمالك طبعا الفوز فيها لان يفرق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني وبغض النظر عن الناس الزمالك بيبص تحتيه لا يعني برضه انا قريب من الاحداث وعارف ان الراجل بيفكر تفكير عملي جدا من اول يوم جه فيه فريرة حقيقه يعني فكر يعني ازاي بقى بعد مباراه الاهلي في الكاس كنت انا في الاستوديو وناس اتكلموا يعني قالوا ان كفايه فرحه وبتاع قلت لهم انا عارف الراجل بيفكر ازاي هو الراجل فكر دايما ان بعد كل مباراه خلاص انتهت وهو في اوضه اللبس ومجدد الدوافع والحوافز بالنسبه للعيبه دايما بمساعدة طبعا اداره وامير واستاذ مرتضى فده مدي حوافز بالنسبه يعني اللعيبه مش زي زمان حاسه ان نكسب بطوله او مباراه يبقى في فرح العمده زي زمان يعني والسوشيال لا 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 مركزين وده سبب من اسباب ان انا ان شاء الله باذن الله متاكد ان قربت بالنسبه للزمالك ولا لا كل مباراه بتقرب اكتر واللي يعني مطمني ان اللعيبه روحها كويسه